السلام عليكم. لماذا تعارض بعض الأحزاب السياسية المطالب الشعبية بتبني نظام القائمة المفتوحة؟ وما هي مبررات هؤلاء بالإبقاء على القائمة المغلقة؟ ما هي احتمالات أن يحصل إجماع على القائمة المفتوحة؟ وما هي التداعيات السلبية إذا بقي قانون الانتخابات على حاله؟ ثم ما هي حيثيات الجدل المحتدم حول الدائرة الواحدة ونظام تعدد الدوائر الانتخابية؟ ومن هي القوى السياسية التي تريد العراق دائرة انتخابية واحدة؟ الجدل بين القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية موضوع هذه الحلقة من برنامج العراق اليوم. استضيف معي من العاصمة العراقية بغداد السيد نجم الربيعي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا من دمشق نستضيف السيد شامل العسكري الصحفي والإعلامي العراقي. أضحب بضيفي الكريمين. والجدل حول القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية، نفتح الحوار حول هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. رغم الإجماع الشعبي واتفاق النخب السياسية على اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، إلا أن النقاشات الجارية في مجلس النواب أظهرت تباينا في مواقف الكتل السياسية حيال هذه المطالب. وجدد النواب الأكراد رفضهم القائمة المفتوحة، مؤكدين أن المرحلة الحالية لا تسمح بتبني هذا النظام. ويرى مؤيدو القائمة المغلقة أن هذا النظام يضمن حصصا مناسبة للأقليات، كما سيحافظ على كوتا النساء، إضافة إلى أنه سيحمل الائتلافات السياسية من الانقسام والاختلاف، كونها تحالفات على أساس اتفاقات تضمن نسبا محددة لكل حزب في تسلسل قوائم مرشحيها. كما يرى هؤلاء أن الوقت غير كاف لإعادة النظر بقانون الانتخابات رقم 16، معتبرين أن القانون يشكل خريطة طريق متصلة ومترابطة، وأن أي تغيير فيها يستدعي النظر في مجمل فقرات هذا القانون. لكن في المقابل يعتقد المطالبون بنظام القائمة المفتوحة أن هذا النظام يعزز من الديمقراطية الشعبية ويرفع من مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الناخب العراقي الذي سيكون بمقدوره انتخاب الأشخاص الذين يرى فيهم الأهلية لتمثيله في البرلمان. ويعتقد أنصار هذا الرأي بأن القائمة المفتوحة ستضمن تمثيلا حقيقيا للدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، وذلك مقابل الرأي الآخر الذي يريد أن يفرض أسماء مرشحين على مقاعد المحافظات من دون أن يتعرف عليهم الناخبون في تلك الدوائر. في الأثناء يتصاعد جدل موازن يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، فالعديد من القوى السياسية تريد اتباع نظام الدائرة الواحدة باعتباره يتناسب مع نظام القائمة المغلقة. ويعتقد بعض النواب أن مبررات اتباع نظام الدائرة الواحدة تكمن في عدم وجود إحصاء سكاني يحدد بالدقة عدد السكان في كل محافظة كي يتم احتساب نسبة مقاعدها في البرلمان. إذن الجدل حول القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية موضوع هذه الحلقة والنقاش. أستاذ نجم الربيعي، أرحب بك معنا في العراق اليوم. كما تعلمون الأيام السابقة يعني حملت العديد من النقاشات والجدل الدائر ما بين يعني اختيار النظام الانتخابي للقائمة المفتوحة أم المغلقة. طبعا كلا الطرفين بين مدافع وبين مخالف حول هذه القائمة المغلقة والمفتوحة، طرح سلبيات وإيجابيات لكلا القائمتين. لكن لنتحدث عن المدافعين عن الإبقاء على نظام القائمة المغلقة، ما هي حجج هؤلاء المدافعين عن الإبقاء على نظام القائمة المغلقة برأيكم، بالإضافة طبعا إلى ما ذكره التقرير؟ أنا أشكرك أستاذ أحمد. فعلا أنه الجدلية الدائرة الآن في مجلس النواب حول اعتماد أي من
هاتين القائمتين أصبح شغلا شاغلا في داخل الشارع العراقي. ولكن المفارقة التي يسأل عنها الكثيرون أنه لماذا هذا الجدل، والعراق قد أصبحت لديه العديد من الانتخابات خلال المراحل السابقة، وقد جرب كل نظام انتخابيا والنتائج التي تمخضت عنه. نحن الآن في العراق بصدد بناء تجربة ديمقراطية تقوم على انتخابات حرة ونزيهة، يكون للناخب العراقي رأيا ودورا كبير في تحديد خياراته ومن ثم مساراته بالطريقة التي يرتئيها. من تجربة الأربع سنوات السابقة فإن القائمة المغلقة لم تترك خيارات للناخب العراقي بالطريقة التي يمكن من خلالها اختيار أي ناخب. فحتى أنه هنالك على سبيل الطرافة أنه بعض العراقيين كانوا يسمونها بالقرعة أو بالإجبار أو بالإكراه، ولذلك لم نصل إلى النتيجة التي كنا نريد الوصول إليها. طيب. أما ما متعلق بأنه ما هي الأسباب التي يعتقد البعض بأنهم يدافعون عن القائمة المغلقة وأنها واحد من الخيارات التي يجب أن تكون أو تفرض إذا صح التعبير في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد أنه بعض من هذه القوى لديه تخوفا كبيرا من الفشل في الوصول إلى البرلمان بقوة مثل ما كان يعتقد. هذا جانب. الجانب الثاني أنه بعض القوى لديها قيادات تعتقد بها وبقوتها، لكن هذه القيادات لم يكن لديها عمقا شعبيا كبيرا وتمثيلا داخل القاعدة الشعبية في داخل العراق، فلذلك تريد أن تسلسل أسماء مرشحيها بما يضمن لهم العودة والصعود مرة أخرى إلى قبة البرلمان من خلال إذن لهذا السبب والتي تأتي تباعا. نجد هذا الدفاع عن القائمة المغلقة أستاذ نجم. الخيار أستاذ نجم اسمح لي سأعود إليك طبعا في سياق هذه الحلقة، انتقل إلى دمشق. أستاذ شامل العسكري أهلا ومرحبا بك معنا في العراق اليوم. كبداية أستاذ شامل، لماذا تعارض بعض وهنا أركز على كلمة بعض الأحزاب السياسية المطالب الشعبية وكذلك مطالب المرجعية وكثير من القوى السياسية الأخرى التي تريد تبني نظام القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة؟ أستاذ شامل. نعم. بداية رحب بك أستاذي ورحب بضيفك الكريم. أهلا. الحقيقة أنه التجربة الديمقراطية في العراق تمر بمرحلة بناء حقيقي، وهذه المرحلة تستوجب أن تكون هناك أدوات حقيقية تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية. أكثر القوائم أو أكثر الكيانات السياسية التي الآن تشارك في العملية السياسية أو لها مقاعد تحت قبة البرلمان تتخوف من أن تجرب القائمة المفتوحة، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن أغلب هذه الأحزاب ليس لها قواعد حقيقية في الشارع العراقي، أي أن قياداتها أو رموزها السياسية ليس لهم عمق جماهيري حقيقي. هذا سبب. أما السبب الآخر وهو السبب الأكثر دقة، أن أغلب الكيانات السياسية لا تملك برنامج انتخابي حقيقي واضح، وليس لها من ينفذ هذا البرنامج بصورة دقيقة، أي أن مؤهلات أغلب أعضاء البرلمان في الكيانات السياسية هي مؤهلات وهمية. طيب. لذلك تلجأ أغلب الكيانات السياسية إلى اعتماد القائمة المغلقة الذي تضم الغث والسمين. طيب، لندخل قليلا في العمق، أقصد طبعا عمق هذه القضية. أستاذ نجم الربيعي يعود إليك في بغداد، هل فعلا سيعرقل كوتا النساء وحقوق الأقليات إذا تم اتباع طبعا نظام القائمة المفتوحة هذا الأمر باعتقادكم؟ نعم أستاذ نجم. يعني إذا كان هذا الاعتقاد أو من يعتقد به صحيحا